كيفكم؟ ان شاء الله تكون بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو رح يكون عن رائب الناس ليوم كامل. بس انا مبلش هذا الفيديو ما تنسوا تشتركوا تحت القناة، تفعلوا زر اللايك وتفعلوا زر الاشعارات عشان كل فيديو انا ما زي سنكم باسرع وقت. واللي ما بيعرفني انا تالا وفلاتسكو. يلا هلا انا حددت موقع بيت واللي هو هيدا. اكيد انا فتت لوحدي على الماب. يعني خلينا نروح ونشوف شو بيعمل بقلب البيت. هلا انا حسب ما عرفت انه هيدا اكونت صبي، فبالتالي وشفت هيدا طلع اكونت صبي. خلينا نفوت نراقبه. خلينا نغير شخصيتنا. نسيت نغير شخصيتنا. اوكي نغيرها هون يعني عادي. خلينا نغيرها على السريع على السريع، يعني ما بياخد معنا وقت ابدا. حط هيدا الشعر، نشيل الشابوي. ما بعرف انتو شو بتقولها بلغتكم بس انا بعيط لشابوي. ونشيل لا ما بدنا نشيل شي هلا، بدنا نشيل الفيس بس بالاخير. حط هيدا مثلا، حط هيدا، نحط فيس شوي غريب هيك يعني مثلا او شي هيك ممكن. فيس حطوا لنا فيس، لا بلا الفيس، نحط هيك شي منشيخ بفيس او شي هيك يعني. اوكي 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 هذا الفيس انا بحبه كتير كيوت بس بيضحك. اوكي بس اللي انا الفيس هذا المبتسم يا كتير بحبه. اوكي هلا مثل ما شايفين هلا يلا. اوكي في سيارة شرطة بس مش هذا هو، لانه اللي صاحب البيت اسمه بيتر شي، اذا هيك اذا قريت يعني اسم بيت. خلينا نشوف بس نتأكد. كان فتح الكراج. ولي عم سيبتي ولي يا اوكي عمو هدي شوي بدك تصبر. احنا بس يعني حابين نصور هيك يعني احنا عم نراقبك يعني مش شيء. اوكي هنخلي معنا هدول الادوات كل ما نستعملهم بحاجة الهروب بحاجة انه نشوف شو بيعمل. ايوة عم بيتحمم، لا ما بيتحمم، عم بغسل ايده صح؟ لا لازم اغسل ايدك من كورونا. اول ما تيجي من البيت لازم تغسلوا ايديكم من الكورونا انتبهوا. يا 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 عمو هدي شوي طلع دغري على الأوضة. اوكي طلعت لي فكرة، مش هون مثلا هيك يعني فين نكبر الصورة؟ ما فينا نكبر الصورة؟ واي نو واي. اوكي انا متحمسة اكتر منكم يا جايز. اكتبوا لنا بالكومنت قديش نسبة حماسكم، يعني اذا انتم متحمسين مثلي اكتبوا لي 100، اذا انتم ما انكم متحمسين اكتبوا لي 0. يلا يلا هلا وقفوا الفيديو واكتبوا لي قد ايه انتم متحمسين للفيديو هيك. يلا شو هذا بضله بيظهر؟ لا لازم هيك تضلك تظهر يعني تترك لنا مجال نشوف شو بتعمل انت، يعني مش طول الوقت تظهر. ظهر ظهر من بيته. لا ما تجينا، خليني اروح بس اعمل اشوف الاوض اذا فاضيين. ما بيقلبن حدا، لانه اذا بيقلبن واحد اذا بيكون بالبيت انا مشكلة كبيرة يكون شافني. بس هاي هاي حدا هون؟ لا ما في حدا. اوكي هلا امنت انه ما في حدا بالبيت، بس قبل لازم نلحق بكل مكان بيروح فيه. حط هيك مثلا ايه هي مش قادرة متحمسة كتير انا نسبة حماسي 100. اوكي 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 اذا ما قدرنا نراقبه نروح على سيرفر تاني، يعني مضطرين نروح على سيرفر تاني. اوكي خلينا اوطيكم الصوت كرمال ما يزعجكم صوت البايسيكل. يلا نروح لتحت. اوكي مثل ما شايفين في هونيك سيارة شرطة. اوكي سيارة شرطة.
اوكي، وينك وينك يا بيتر وينك؟ اوكي، خلينا نلعب المجرمين هدول. والله هيك شي يعني بضحك، بدنا نعمل شي اكشن بالفيديو، شي هيك بضحك. مرحبا يا عمو الشرطي، فكرته حرامي هيدا. مرحبا يا عمو، يا عمو الشرطي، انا راح اسرق البنك، بدك تيجي تاخذني؟ راح اسرق البنك عم، ولا يعني ما معتبريني بالجيم. اوكي، مثل ما تكون رايحة افجر البنك، وبيطلع لهم رسالة اساسا انه انا فجرت البنك. اوكي، يلا يلا يلا، افتح افتح، ليه ما عم يفتح؟ افتح، ايوه، نحط متفجرة. يلا يلا يلا، سكروا دينيكم، سكروا دينيكم، يلا يلا سكروا، جاهزين؟ سكروا منيح، رح يطلع صوت قوي. علي شوي الصوت. اوكي، شو صار؟ فجر. ناخذ هذا بس ما سمع صوت، غريب هيدي اللعبة. ما سمعنا صوت. اوكي، شكرا على الفلوس، على الفلوس. اكل مين دروب سم ماني، دروب اول ماي ماني. تعرفوا هيدي الاغنية؟ اوكي، يلا نروح يلا نروح يلا نروح، هقعد هون، انا اكيد ان يعني هني اكيد حيعرفوا انه انا جيت لهون. افتحوا لي مكان ترى، افتحوا لي. شوف الكاميرات اللي عم بيجوا فيها. والله ايش، والله انك كفو. يعني ما في عندكم محل ممكن مثلا الواحد يكون هارب لمحل تاني يعني؟ جاد. اوكي، لا اعطوني، هقول لهم هيلب مي ذير از ا جاي ستيل ا بانك. هي وانتس تو كيل مي، يعني قلت لهم، يعني اللي ما بيعرف انجليزي، قلت لهم انه انا واحد سرق بنك، بس هو مخباني عندهم، وقال لي انه انا حقيقتي، بس هو يعني اكيد مش حقيقي لانه انه اكيد يعني انا حاهرب لانه يعني شكوا فيي يعني. انا اوكي، لحنا اكيد شكوا لانه انه ليه هيك الفيس، يعني انه لازم يكون عم ببكي، عبتك لازم يكون. اول مرة بشوف بحياتي انه بنت مخطوفة ما عم تبكي. اوكي، شي غريب بس يا نمالي، انت اللي مكفئة. اوكي، هلا مش حنراقب بس شخص، حنراقب ناس اللي بيلعبوا السهري، يعني كم شخص هيك منلاقين نراقبهم، لان اذا شخص واحد حيكون يعني ملل كتير. اوكي اوكي، هدو شوي هدو شوي. اوكي، هلا عندي طلعت لي خطه اني اروح لعندهم اقول لهم هيلب مي، ححط فيسك عم يبكي هيلب مي زي بالكلمه. اوكي اوكي، راح لعند راح لعند ولا اعملها دراما، لا اعملها دراما، دراما دوات دراما دراما. هيلب مي هيلب مي هيلب مي هيلب مي، ساعدني يا عمو، ما انت عمو الشرطه، ساعدنا. اوكي، ما عليكم، طلعت لي رسالة. There is a guy wants to kill me. يا عمي
انه شو برأيك شاومي لازم عم هدي شوي، يعني انه اكيد ما حيجي على مركز الشرطة معي. فكر شوي فكر شوي، عندك مخ. هيران لحظة، هو هرب لما جيت لعندكم. He ran when I came here. Is it... Yes, this one عم بيسألني هل هيدا هو الشخص؟ يعني هذا إذا شايفين هيدي. أيوة قد ايه بتطل عليه يا حبيبي، مصاري كتير. اوكي ما علينا، يلا ساعدنا يا عمي. اقول لك اجا ماما، اجا ما هيدا ما حيجي على مركز الشرطة، يعني اكيد ما انت بتمسكي فيه. هم بقى هم بقى خلي مخك شوي. What is the most wanted؟ انا شو بدي يعرفني، انا شو بدي يعرفني انا مين يعني هذا شو مهم. كيف بدي اعرف محله؟ اللي بس كيف اللي كيف هكتب لون. خلص يلا حلو عني، شو هيدا الشطة ما بيفهموا شي هيدول. اوكي حبيبين ما بدي اطول عليكم، هيك بتكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. اذا عجبكم ما تنسوا تشتركوا تحت بالقناة، تفعلوا زر اللايك وتفعلوا زر الاشعارات عشان الاشعارات عشان كل فيديو انا منزله يوصلكم باسرع وقت. بحبكم كتير، وقولولي اذا بدكم بارت 2. يلا بحبكم كتير، باي.